شكرا. احب ارحب في استوديو اخر النهار بالخبير بسام الشماع الباحث في علم المصريات. اهلا وسهلا. اهلا بك. منور. وشكرا لتشريفك لينا. وانا النهارده بتمنى من هذا الحوار ان حضرتك تفك طلاسم لغز الحقيقه مش بس يعني حير المجتمع المصري، هو حير العالم، لان العالم مهتم جدا جدا باثار مصر، سواء فتره الفراعنه، فتره اسكندر الاكبر من اسكندريه، التابوت الاثري الشهير اللي اكتشف في اسكندريه اللي بيرجع تاريخه الى اكتر من 2000 سنه، وقيل ان ربما يكون تابوت الاسكندر الاكبر نفسه. وبعد كده في اعلان رسمي من الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار، قال ان السائل اللي وجد داخل التابوت ليس عصيرا للمومياوات وبه اكسير الحياه او الزئبق الاحمر كما يشاع، بل هي مياه صرف صحي تسربت الى داخل التابوت. والحقيقه انا احبط احباطا كثيرا. ايه الحكايه بقى يا دكتور؟ اولا خليني احييكم كلكم واقول لكم هيرو نافر، ودي تحيه هيروغليفيه. الله. هيرو يعني يوم. ونفر اي حاجه فيها نفر جمال، عشان كده في الملكه نفر نفرتيتي اللي احنا خطا بنسميها نفرتيتي. نفرت ايتي. نفرت ايتي الجميله اتت. الله. وفي نفر تاري هي اسمها نفر ايري، احلى هن او اجمل هن. نفر تملي جمال. يعني مرات رمسيس الثاني نفر اللي احنا بنسميها نفر تاري دي، نفر ايري معناها احلى هن، جمالات حلاوتهم. الله. يعني حلاوتهم بالفرعوني مصري قديم. طب ده احنا محتاجين تحيه كبيره للمعلومه دي. حد كان عارفها قبل كده؟ دي حلوه قوي. هيرو نفر لمصر العظيمه. والكمت السمراء دي من ضمن تسميات مصر القديم لمصرنا العزيزة. كامت المنطقة بتاعت وادي النيل كانت سمراء، فأطلق عليها كامت سمراء. ردا على سؤال حضرتك سريعا كده، فاكسات في الأول. نمرة واحد، مفيش حاجة اسمها زئبق أحمر يا مصريين، أبوز دماغكم من فوق. مفيش اختراع اسمه زئبق أحمر في مصر القديمة. أنا 39 سنة بنقرأ تاريخ وبزور آثار وبشرحها، مفيش زئبق أحمر يا فندم. نمرة واحد. نمرة اتنين، مفيش سائل المصري القديم عمله يرجع لك شبابك. مفيش حاجة هترجع لك شبابك. أكسير الحياة. مفيش أكسير الحياة. مفيش. مفيش أكسير الحياة. في مية مجاري. في مية مجاري داخل التابوت. زي ما شرحت. أكسير برضه بس دي أكسير بعيد عنه. فدي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، مفيش حاجة في مصر القديمة ولا الحديثة ولا العالم كله اسمها لعنة الفراعنة. لا يوجد اي قوة تأتي من الاف السنين لتتحكم في مقدرات حضرتك، لا داخل التابوت ولا خارج التابوت. والا عارف حضرتك لو اي انسان في الدنيا دي، في السبعة مليار بني ادم اللي عايشين على واكتر عايشين على الكرة الارضية، يستاهل انه يتلعن، هقول لك مين من مصر القديم يعني. واحد اسمه دوغلاس داري، ارجوك يا مصريين احفظوا الاسم ده. دوغلاس داري ده دكتور جابه هاورد كارتر وقال له افصل لي القناع الذهبي والحاجات من على جسد توت عنخ آمون اللي احنا نسميه توت عنخ آمون. هاورد كارتر اللي هو مكتشف مقبرة توت عنخ آمون اللي هو دخلها. خلينا نقول الذي دخل، لان اللي اكتشفه هو الطفل الاقصري، هو اللي وجد الطوبة الاولانية وراح قال لهم، وبعد كده هو اخذ الايه، اخذ الفيم او الحدث او الشهره. فاتى بدوغلاس داري، فدوغلاس داري ده دكتور جراح، فقال له افصل لي القناع الذهبي عن الجسد بتاع المومياء، فاذ به يستخدم كما قال الغرب دينيس فوربس في كتابه الكبير اللي قد كده ده، هوت نايفز، جاب سكاكين ساخنه. عمرك شفت فشل اكتر من كده؟ وقطع المومياء اكتر من 15 قطعه منفصله. الان مومياء توت عنخ امن اكثر من 15 حته منفصله، دماغه عن جسمه وايديه. مين اللي عمل كده؟ دوغلاس داري. فلو في اي بني ادم في الدنيا يستاهل اللعنه فهيبقى دوغلاس داري. عاش الراجل ولا اتلعن ولا اي حاجه. طب واحنا كنا فين؟ سيبناه يعمل كده ليه؟ للاسف حضرتك بتتكلم على العشرينيات من القرن الماضي. والعشرينيات لم يعني تكن ما كانش في حكومه؟ لا، بس لم تكن انت متحكم في الاكتشاف من الداخل تماما كمصريين للاسف. فعشان كده انا تملي ببقى عندي حته كده عن طريق الاجنبي الجميل اللي بيحبني اشيله فوق دماغي، انما اللي انا بقلق منه ده بحطه على جنب. كويس. نرجع مرجوعنا للتابوت. من اول نظره حضرتك بتشوفها في الصوره من فوق
تعرف ان هو مش تابوت الاسكندر. انا محتاج صورة للتابوت يا ريت. تمام يا فندم. انا بتكلم مع الفريق بتاعنا. تمام يا فندم. هتلاقي حضرتك على طول اي انسان قارئ لكتب بسيطة في علم الاثار هو مش تابوت الاسكندر الثالث المقدوني الكبير الملقب الان بالاسكندر الاكبر. ايوة. ولا اي ملك حاكم لا بطلمي ولا امبراطور روماني ولا حاكم مصري قديم. من اول نظرة بتبص على التابوت من فوق. ليه؟ واحد، لا يوجد هيروغليفيات راقية. يعني ما تلاقيش نحت عن التابوت. لو انت ملك، لو حضرتك ملك، لازم تابوتك يبقى تابوت راقي، ولازم تابوتك يبقى تابوت منحوت عليه، او على الاقل لو اتنقلت لتابوت تاني هيبقى مكتوب عليه اسمك او بعض الهيروغليفيات او الكتابات المصرية القديمة، وده غير موجود في هذا التابوت. احسنت. اذا ده بالنسبة لكم ك أول لحظة ده مش علماء مصريات، ده مش حاكم، ده مش ده مش رايتي، لا ينتمي لأسرة حاكمة أو لحاكم. ممكن بقى حاجة بقى من اللي إيه، من البلاط، ممكن جدا، ممكن أي حاجة تانية، ممكن غير مكتمل. أيوه، يوجد توابيت، يوجد مقابر في وادي الملوك غير مكتملة، غير مكتمل. ويوجد بتاعت المصريين القدماء بقى، بلاش اسكندرية دلوقتي اهو، هنقول لك يعني على المصر القديم اقدم كمان من اسكندرية. يعني في مقبرة رمسيس التاسع تخش تلاقيها تحفة، اول ما تيجي على غرفة الدفن تحت تلاقيها شغل سريع، مش مكتملة. ليه؟ مات الملك، خلص بسرعة يا ابني. هي كده، فمصر القديمة كانت كده برضو، لان انت عندك كام يوم، عندك ايام التحنيط، لازم تخلص المقبرة. فبيخلص، فتحس ان الفن فيه سرعة شوية، مش فيه الدقة والروقان بتاعه. نرجع مرجعنا للتابوت، يعني متكروت ممكن تقول كده. هو طبعا تحفة، الكرواتة بتاعتهم كانت تحفة. لكن لو قارناها يعني بكرواتتنا احنا دلوقتي. فهمت. نرجع مرجعنا. اتنين، مفيش خرطوش ملكي للإسكندر ألكسندرس على الايه، التابوت، يبقى مش بتاعه. طب هتقول يا بسام، هو الإسكندر راجل مقدوني، اللي يخلي اسمه يتكتب بالهيروغليفي في خرطوش ملكي اللي هو حضرتك بتبقى شايفه أوبلون كدوت بيضاوي، وتلاقي اسم الملك جواه، تملك تلاقيه كده في المقابر والمعابر. هقول لك الإسكندر كان حيموت، يبقى ابن آمون، ابن إيمن، ابن الشمس. هو كان حيفتخر جدا ان هو ابن إيمن، وان هو ملك مصر العليا والدنيا، ويرتدي التاجين الأحمر والأبيض، ويرتدي تاج خبرش بتاع المنازلات العسكرية. الراجل كان عايز يبقى مصري قديم تماما. والقصة دي حصلت مع ناس كتير، منهم ومنهم كليوباترا السابعة، كانت حتموت تبقى مصرية، واحنا عارفين ان هي مش ابوها يوناني. كليوباترا السابعة يا جماعة مش مصرية. كليوباترا اللي حضرتك عارفها دي مش مصرية، والإسكندر مش مصري. خد المفاجأة اللي بعد كده. الإسكندر لم يرى الإسكندرية وهي مشيدة. مفاجأة تاريخية. ليه؟ تخيل. أصله إيه؟ تخيل حضرتك الاسم اللي تسمى في مدن كتيرة في العالم دلوقتي. أنت عندك ألكسندريا فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية. ألكسندريا فيرجينيا. وهكذا. إيه اللي حصل؟ هو حلم بمدينة يحكم منها العالم، لأنه كان من البرتغال لغاية الهند. ده تقريبا كان العالم. بالنسبة للإسكندر، فرجل بيحكم العالم، شاب عشرينات، مات 32 33 سنة. فكل ده يدي الإسكندر البريق بتاع اللي حصل في حكاية التابوت دي، لأنه تملي الشخصيات اللي عندنا اللي بتبقى غامضة. مات إزاي؟ 32 33 سنة، مات في بابل، مات في العراق. هل اتسم؟ هل حمى؟ هل مرض؟ هل إجهاد؟ هل لغاية دلوقتي ما حدش عارف. أين مدفون؟ الإسكندرية نمرة واحد، سيوة نمرة اتنين، واحد سيوة نمرة اتنين، تخيل حضرتك. مقدونيا نمرة ثلاثة، رابعا ضعيف قوي يكون في بابل في العراق. في احتمال قوي ان هو يكون مدفون في اسكندرية. جد ده انا بقول لحضرتك، لو انت تسألني انا هقول لك وبالتالي لازم يبقى له تابوت. بالظبط. ولازم ليه مقبرة فارهة ثرية راقية تحفة، وده اللي ما حصلش في التابوت اللي احنا شفناه، فعرفنا ان هو مش الاسكندر. لان حضرتك شفت التابوت، لو انت عند سيرتك اللقطة بتاع التابوت هتلاقي حواليها جدران. تمام يا فندم. هتلاقي الجدران، لو بصيت حضرتك ده هم بيرفعوا هم التابوت هم وبيرفعوا الكفر بتاع التابوت. لو حضرتك بصيت حوالين التابوت تحت وهو لسه موجود، مش هتلاقي لا في مثلا حيطة بقى مكتوب عليها هيروغليفي تحفة، ولا هيروغليفي ملون، ولا إيزيس بتقابل أوزوريس، ولا نفتيس بتقابل يعني الشخصيات الأسطورية المصرية القديمة. كل ده المفروض كان يبقى في ممرات وفي غرف. ده الإسكندر، ده حاكم العالم في الوقت ده. فأنت تتخيل مقبرة راقية فخمة قال لنا عليها سترابون. يعني في مؤرخين قالوا ان الاسكندر في الاسكندرية. فنحن لدينا دليل ان الاسكندر في الايه، شوف كده الاسكندرية. اشكرك بس. تمام كده. دي اللي انا كنت بقول لحضرتك على، بص يعني البيوت جنبيه ازاي. وهكذا هي الاسكندرية يا استاذ معتز، هكذا هي الاسكندرية. اسكندرية اكتشافاتها بالصدفة كثيرة.
قوم الشقافه، حضرتك تسمع عن قوم الشقافه، كلنا نعرف عن قوم الشقافه في اسكندريه، عدد من المقابر تحت الارض. مين اللي اكتشفه؟ حمار. حمار جارر وراه عربيه خشب وقع، فاكتشف عدد من المقابر تحت الارض كثيره جدا. هكذا نحن لو بصيت للحجم ما تلاقيش اي منظر فارح حواليه، يبقى دي مش مقبره ملكيه. ليه بتجزم ان ده مش التابوت اللي اتدفن فيه الاسكندر الاكبر، وربما تكون الموميا بتاعته حصل لها اي حاجه اتحللت؟ نمره واحد، زي ما اتفقنا مفيش اسماء لالكسندروس في اي من المحيط ده كله. البيئه اللي هو قاعد فيها دي بيئه فقيرة طقسيا في مصر القديمة، لا تليق بالظبط بالشخصية مش هيرضى العظيمة. هو ذات نفسه مش هيرضى. بس هم لقوا ثلاث جماجم في ال، شوف بقى يا فندم، لقوا هياكل عظمية ولقوا بقى المياه اللي هم قالوا عليها، وزارة الآثار قالوا عليها انها مياه المجاري اللي اتسربت من فتحة. الفتحة دي يا فندم اتكلموا عليها سريعا كده، في كسرة فتحة في التابوت دي اللي قال عليها الدكتور وزيري ان المياه دخلت منها، او مياه المجاري دخلت منها. انا يا فندم هاخد لحضرتك بعد اذن سيادتك والمشاهدين الى زاويه اخرى. اهي فيديو الميه اهو، وبيوري لك السائل اللي طلع من التابوت. خلي حضرتك بقى على اللقطه دي، كويس ان انت جبتها. كويس ان حضرتك جبتها. أيه. ليه؟ لان انا بطالب وزاره الاثار لو تسمح يا دكتور عناني، بكره الصبح، بكره الصبح اطلع قول لنا قصه الفيديو ده ايه؟ انا بقالي كام يوم عمال انادي، لازم الفيديو ده يتشرح. هل دي مياه المجاري اللي طلعت من التابوت تترمي كده، ولا دي فيديو تاني؟ اكد لنا يا دكتور عناني، وانت رجل نشيط وتعمل. لانها لو هي طالعه من التابوت مش ممكن يا فندم تترمي كده، لازم بقى تخضع لتحليل ولبحوث، لان دي تبقى حاجه قيمه مش جدا مش كده يا فندم؟ وبعدين الثلاث جماجم والثلاث هياكل عظميه اللي اتوجدت جوه التابوت، ثلاثه في تابوت عندي انا العبد لله بسام الشماع، غريبه شويه. ليه؟ لان انا لم اقابل في قراءاتي المتواضعه في ال 39 سنه اللي فاتوا دفنه فيها تابوت فيها ثلاثه. مقبره جماعيه اوكي، مقبره عائليه ماشي، اصحاب مع بعضيهم ما عنديش مشكله، لكن تابوت كفن كفن في ثلاثه، دي بالنسبه لي اول مره، وانا رجل يعني اقرا تاريخ من حوالي 39 سنه. المفروض يبقى في نقول ايه؟ واحد جمجمه واحده. يعني يبقى، ولذلك الميه بقول لحضرتك ليه بقى الميه دي مهمه؟ لان هل كانت دي مومياوات ملفوفه بلفائف كتانيه؟ ايه الفرق بين التحنيط وان انت تحط جثمان كده؟ ان انت هتعمل لفائف كتانيه، تقعد تلف الموميا باللفائف الكتانيه حضرتكم بتشوفوها دي. هل الميه دي اكلت الكتان؟ هل تفاعلت كيماويا فادت الى هذا المنظر الحزين بتاع الجماجم والعظام؟ ينفع نجيب صوره للجماجم حضرتك؟ اهي يعني ايه اللي مش انا برضو لو تسمح لي المنظر. يعني هو انا من، لا هو انت عارف حضرتك ان انا بانادي بعدم عرض الموتى وكده، لكن بالنسبه يعني خلاص مفيش لا داعي. لا لا يا فندم، لا يعني بس ليه بتوصفه بان هو منظر حزين جدا يا فندم؟ هي الحمله بدأ من زمان، العوده الى الابديه حملتي المعروفه في مصر وفي العالم، ان انا بطالب بعوده المومياوات الى مقابرها. فاكر حضرتك السادات قفل غرفه التحنيط والمومياوات في المتحف المصري؟ الملك فؤاد عدم عرض المومياوات. الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، شيخ الازهر المعمم، لا عرض للمومياوات. الاستاذ الدكتور المصير وهو معمم ازهري رحمه الله عليه، لا العرض. الدكتور كريمه السنه اللي فاتت في اغسطس 2017 لا العرض للمومياوات. على اي حال نرجع مرجوعنا للتابوت. اسكندريه، حضرتك قلت لي ليه الاسكندر ما شافش اسكندريه؟ هو مات قبل ما الاسكندريه تتشيد. فهو الاسكندر صاحب الفكره لم يرى المدينه التي حلم بها، رغم انها نسبت اليه حتى، لان هو خد خطته وكان المكان اللي اختاره وحط التخطيط مع المهندس بتاعه، ولكن لم يعش علشان يشوف حلمه يصبح حقيقه. فدي من ضمن الحاجات اللي عندنا في التاريخ المعروفه. طب ايه رايك لو افرجك على زي ريبورتاج كده عملناه في برنامج اخر النهار من البيت اللي اكتشف فيه هذا التابوت الاثري، وحوارات كده مع الجيران ومع الناس بتوع المنطقه، ربما تضعنا اكتر في الحدث. صح. ونرجع نكمل حوارنا الشيق مع دكتور بسام الشماع. هو الحديث الشائع والشغل الشاغل الكثيرين خلال الايام الاخيره، تابوت الاسكندريه الشهير
بكل الملابسات واللغة الدائرة حوله. توجهنا للأسكندرية لمعرفة حقيقة التابوت، فوجدنا ملاك الأرض الذين حكوا تفاصيل الواقعة. كنا ماشيين في إجراءات الرخصة، ففي من ضمن إجراءات الرخصة في موافقة الآثار، فموافقة الآثار بتقعد فترة كده لحد ما تيجي آخر موافقة، وبينزلوا ينقبوا في شغلهم الطبيعي العمل الطبيعي يعني. نزلوا ينقبوا، فعند ارتفاع 4.60 متر كده لقوا جسم الرأس التمثال ديت، وبعديها ب40 سنتي استكملنا حفر، بعدها ب40 سنتي لقوا الأرضية، أرضية من الرخام. بعد كده قعدنا نحفره حوالين منها، لقينا في الآخر تابوت، ظهر معنا تابوت وطوله 185 يعني 7 متر ل 15 سم. يعني هم بتوع الآثار كانوا بيقولوا ان ده اكبر تابوت شافوه في اسكندرية. راح الجيش دخل بمساعدة بالمعدات ورفع الغطاء الاول لحد ما اكتشفوا الموميات اللي جوه داخل التابوت، وفي المرحلة التانية تاني يوم شالوا القاعدة بتاعت التابوت. فتحوا التابوت اول حاجة لقينا مية محمرة اللون كده، وبعد منها لقينا 3 هياكل عظمية بس متأكلة من المية. دي كانت داخل التابوت، حوالين التابوت ما كانش فيه مية. لا، التابوت ما كانش فيه حواليه حاجة ولا مية ولا أي حاجة خالص. لحد دلوقتي جف وما جاتش المية. ما حسيتش من ريحة كده، يعني مش اللي هي اللي عاملة ريحة جامدة. هي ريحة بسيطة جدا يعني. أما الصحفي محمد الرملي مراسل جريدة الوطن والمتابع للحدث، كانت له ملاحظات على القصة. يوم 19/7 جاء الأثريين وبعثة من وزارة الآثار بكل الدكتور مصطفى الوزيري، ومعاه تفاجأنا بنزول 8 صعايدة من محافظة الأقصر بيفيدوا ان هم دول اللي هيشوفوا اعمال التابوت ورفع التابوت وفحص التابوت. فطبعا كانت لقطة، كانت اول مرة تحصل في اسكندرية ان نشوف صعايدة جايين يشوفوا الحدث اللي موجود عندنا. تاني حاجة، ده اول تابوت يتم العثور عليه في اسكندرية، كان حجمه طبعا كانوا مبلغيننا بيه ان هو يبلغ من الحجم اللي 30 ل 40 طن، فتعتبر ده كان حدث هام موجود جدا في اسكندرية. بعد ما يقرب من 2 ساعة تم دخول الاثريين مرة اخرى ومعاهم رجالة الصعايدة، استكملوا بقية فتح غطاء التابوت. وكانت الدهشة ان عدم وجود جثمان الاسكندر الاكبر، وتواجد 3 جماجم وهياكل عظمية، وكان التابوت مليء بالمياه. طبعا كله قال لك بقى، طلع على السوشيال ميديا وجود زئبق احمر داخل التابوت. فطبعا طلع دكتور مصطفى طبعا نفى الواقعة ان وجود زئبق احمر. في موقع طبعا روسيا اليوم كان مصرح ان في 4000 بريطاني عايزين يشتروا المية الحمراء، والنهاردة ان في واحد بريطاني بيقدم طلب ان هو عايز يشرب المية الحمراء. فطبعا دي مية، هنقوله مية ايه، مية مجاري. ربما قصة تابوت الأسكندرية انتهت، لكنها بالتأكيد كشفت كثيرا من الحقائق لما يحدث في مصر. ده كان تقرير مراسلنا مصطفى سطوحي من الإسكندرية، وتحديدا من مكان اكتشاف التابوت اللي عمل في أقل تقدير يعني حالة كبيرة من الجدل، لأن كشوفات مصر الأثرية دي يعني تؤخذ بكل جدية في العالم لما للحضارة المصرية بتاعتنا الفرعونية وغيرها من أهمية قصوى عند شعوب العالم. صحيح. التابوت بالنسبة لي أنا بعد إذن حضرتك يعني يظل لغز وفي نواحي كتيرة، من ضمنها مسألة المية. المية جوه التابوت، وفي المفروض ان هو يعني انا افكر في ايه، مقبرة جماعية مثلا، 3 اتدفنوا في التابوت ده في وقت ما، مش عارف هو كان امتى، انما مفيش مية حوالين التابوت، وده بالنسبة لي سؤال محير. صحيح. لما حضرتك تبص، اولا بشكر اللي عملوا هذا التقرير، لان هم ورونا زوايا وواخدين شوتس من حتت حلوة يعني دي كويسة. فالسؤال تحضرت ده سؤال طرح بشكل كبير جدا، ونظرية المؤامرة انتشرت على الفيسبوك، وبالمناسبة أنا فيسبوكاوي كبير يعني أنا مع تحيا جمهورية الفيسبوك الشعبية. لكن الاكتشاف ده طلع منه 3 حاجات فرعية كده شوية زادت. 1، حكاية المية والزئبق الأحمر وخلاص احنا تعاملنا معها. 2، موضوع لون التابوت. هتلاقي على الفيسبوك لون التابوت جري شويه، رمادي شويه كده زي ما يكون عليه تراب كده شويه، واللون الاسود اللي حضرتك شفته في التقرير بتاع سيادتك. فقال لك ايه نظريه المؤامره وتبدل التابوت وكده، انا في رايي طبعا ما بتبدلش ولا حاجه، هي موضوع كاميرات وممكن يبقى فوتوشوب وحاجات تانية كتير. التالت بقى سؤال حضرتك،
ليه طالما هو كان في مجاري في الحته الملاصقه فدخلت المجاري عبر الفتحه الكسره الصغيره اللي كانت مكسوره في الماضي او مكسوره امتى؟ اهو ده بقى السؤال اللي انا بطرحه على وزاره الاثار. انا عايز اعرف ده، انا خلاص انا عرفت كل حاجه. انا عايز اعرف كسره التي دخلت منها المياه دخلت جوه التابوت، لو كان في ميه مجاري حواليها ده لان طبيعه الارض اللي حوالين التابوت مساميه فالميه هتنشف وهتتشفط بسهوله. انما الجرانيت غير مسامي، الجرانيت ما بينشعش فاحتفظ بالميه وهو التابوت كده ادي السبب. جرانيت ده معناه انه جرانيت من الجرانيت، وعشان كده 30 40 طن اللي قالها الاستاذ دي عليها كلام، لان معناها ان التابوت ده واحد من اثقل التوابيت في الاسكندريه اللي اكتشفت في الاسكندريه. وده له مدلول؟ ده ليه مدلول ان الراجل ده غني او الست دي. هو انا تملي عمال اقول لهم انتوا ليه تملي عمالين تقولوا التابوت ده بتاع واحد راجل؟ ما يمكن يكون بتاع ست. الثلاثه اللي جوه دول لهم قصه اكيد، انا متاكد، بس مش عارفينها لغايه دلوقتي. ليه الثلاثه دول في تابوت واحد؟ هو ده كويستشن، ده علامه الاستفهام عندي. من ضمن الروايات ان ده تابوت لثلاث جنود اصيبوا بسهم في اثناء احد المعارك. انا اشكرك ان حضرتك ذكرت دي. او ثلاث ضباط مظبوط. فهو قال ربما. ليه ربما؟ لان حصل كسر في الجمجمه، هم شافوا كسر في الجمجمه فقالوا ده كسر سهم. فانا بقول مش كل واحد مضروب بسهم جندي. واحد ماشي في الشارع طلع مسدس راح ضرب واحد، يعني السهم ده. او ممكن واحد عاكس مثلا خطيبه واحد على البحر. يا جماعه انا الحاجات دي طبعا ايه، انا بشكرك على ده. ليه حضرتك بتحصل؟ لان يا جماعه التاريخ الناس على مدار التاريخ عايزين زينا. انت لو تيجي تحضر لي محاضراتي حضرتك هتلاقيني بكلمك على مصر القديمه كان فيها ايه، واللي كان بيعاكس كان بيحصل له ايه، والتحرش في مصر القديمه كان ازاي، الملك نزل الشرطه التحرش من ايام مصر القديمه عندنا كل وعندنا راجل كان مدير عمال في مصر القديمه اكتر من 30 اتهام وكان فاسد. وبالمناسبه في مصر القديمه كان في رشوه، وزي ما الرقابه الاداريه شغاله زي تمام، تحيه للرقابه الاداريه والقبض على الفاسدين. مصر القديمه كان بني ادمين يا جماعه، انا عايزكم بس تبصوا على مصر القديمه دي على ان هم بني ادمين، دول بشر زينا، فيهم الطويل وفيهم الكويس وفيهم القصير وفيهم الفاسد وفيهم حاجه. في حاجه بالهيروغليف يا فندم اسمها النكات. نكات يعني something، حاجه، ودي فسرها عالم بانها رشوه. وكان في حاجه اسمها اتح، واتح يعني السجن، فلو انت تقبلت هينتهي بك الامر في الاتح يا جميل، ما تاخدش رشوة لأنك هتتسجن. كان في قانون في مصر القديمة، لا لم أسرق، كان يقف كده في يوم الحساب يقول المتوفى في مصر القديمة 42، لا اسمها اللقات ال 42. لازم حضرتك كنت تعدي على ال 42 قاضي دول في مصر القديمة في يوم الحساب بالنسبة للعقيدة بتاعتهم. علشان كده يا فندم كان لازم يبقى في نصوص هيروغليفية على التابوت، لأن هي دي النصوص اللي هتحول الرحلة للحياة الأخرى إلى حقيقة. طيب من غير هذه النصوص التابوت ده بيعمل ايه؟ بيحفظ بس المتوفى او المتوفين في الحالة ديت. فاذا هتقف تقول لا لم اسرق، لا لم اغير اتجاه المياه. كنتوا بتتكلموا على فيلم الارض لما كانوا بيفتحوا ويدخلوا المية، الفلاح ما يغيرش اتجاه المياه، ما ياخدش المية اللي مش بتاعته، فكان يقف قدام الارض. ارجعك للتابوت. اتفضل يا فندم. هل التابوت ده حقيقي ولا اقول انه حقيقي مفبرك؟ لا يا فندم حقيقي. حقيقي. هي السؤال من كسره؟ كشف اثري. كشف اثري على مستوى عالمي يرجع تاريخه الى مثلا نقول اكتر من 2000 سنه. لو اسكندريه يبقى بطلمي، يبقى بطلمي مثلا في الاثار البطلميه بتكلم على 2000 سنه واكتر. طب اما لو روماني، لان الروماني بقى جم بعد البطالمه، هم كده البطالمه الرومان، والبطالمه دول بالمناسبه عشان اللي مش عارفهم دول يا جماعه اللي كانوا بيحكموا مصر وكانوا مقدونيين، كانوا يونان اغريق، وعملوا في وقت ده المصريين بنوا الفنار وبنوا مكتبة الإسكندرية، يعني وقتهم كان وقت ثقافة عالي جدا بالنسبة للمصريين، لكن هم كانوا أجانب. إحنا إزاي ممكن نستفيد أو إزاي مصر أدارت هذا الحدث؟ شوف يا فندم، لو ما كانش في مؤتمر عالمي هيتعمل الشهر اللي جاي في إسكندرية اسمه مؤتمر ألكساندر ذا جريت، يبقى انت ما استفدتش. مؤتمر الكسندر الاكبر اللي هو الكبير ده الثالث المقدوني. تجيب لي علماء العالم، تجيب لي سياح الدنيا يقعدوا يتناقشوا اين هذا المكان الغامض حتى الان. هل هو موجود؟ عندنا اسم ليه؟ عندنا اسم للضريح القديم بتاع الكسندر، اسمه سيما او سوما كده، هكذا هو اسم مكان الضريح. فاذا موجود اسم
موجود مكان يلا نشتغل، عايزين تشتغلوا في هذا الضريح تشتغلوا في هذا الضريح. لكن مش هتستفيد منه، لان اللي حصل ان اللي طلع فكره لعنه التابوت ده يا فندم النبي. لعنه الفراعنه، وانا عملت كده لان مفيش حاجه اسمها فراعنه في مصر القديمه، مفيش ملك خوفه ما خدش لقب فرعون. خفر لما تقف حضرتك قدام الاهرامات وتقول دي اهرامات الفراعنه يبقى حضرتك غلطان تاريخيا. اول ملك اخذ لقب فرعى اللي هي فرعى، مش معنى انا اللي غلطان، ما كل الناس بتقول فراعنه يا عم، مش حضرتك يعني بتكلم في العموم، بتكلم في العموم يعني. انا بقول لحضرتك من الاسره ال 18 عندك 30 اسره او 31، من 1 ل 17 ولا ملك اخذ لقب فرعى اللي هي فرعى اللي هي فرعون. اول واحد كان اخناتون، اخناتون والهمزه فوق، وده ما نقولش اخناتون. وده كان في انهي عصر؟ ده في الاسره ال 18 يا فندم. يبقى انت بتتكلم على 17 اسره. زوسر بتاع الهرم المدرج بتاع سقاره، سنفرو بتاع دهشور، كل دول مش فراعنه. ما تقولش غلط لان ما خدش اللقب فرعى. طيب على كل حال علشان بس الناس تفهم يعني، يجوز انا طبعا ده كلام علمي وكلام مهم للغايه، بس يجوز بتتقال بشكل مجازي يعني فرعون اللي هو الناس اللي عاشت اياميها. عايز اعرض عليك بعد اذنك يعني بعض الاراء اللي اتقالت في شوارع اسكندريه لما كاميرا البرنامج و طاقم البرنامج يعني نزل سالهم بشكل مباشر جدا عن مساله التابوت. تعالوا نشوف هم قالوا لنا ايه. شفت التابوت؟ ان شاء الله شفته. الحمد لله شفت التابوت. شفت التابوت؟ شفت التابوت. شفت فيه ثلاث دمانير معظم. طبعا دي عملت ضجه في اسكندريه طبعا، كل اللي هنا واللي هنا. الناس اللي قاعده تقول لك كان في كنوز واتسرقت، ده ايه؟ ده كده ما فيهوش حاجه، احنا كنا واقفين هنا وهو بيطلع ما فيهوش حاجه. لا زبق ايه؟ الزبق ما يظهرش في الرموني ابدا طبعا. ما فيهوش ميه زبق؟ لا، هي اللي حطوا ميه مداري بس وقالوا ميه زبق والكد. والناس اللي عاوزه تشرب ميه التابوت تقول لهم ايه؟ اشربوه. اشربوها والله، اشربوا لو كان ده يفيدكم، بس دي حاجه ما تفيدش يعني، دي حاجه قديمه يعني وحشه، مش حلوه يعني. لا دي كلام ما ينفعش. تابوت ايه وشرب ايه؟ هو ميه معدنيه؟ خدوا الميه اشربوها شوفوها ميه مجاري ولا زبده؟ دي ميه مجاري، ميه اسخن من ميه النوم. حاجه طبعا فيها خف الدم يعني شويه، وفيها وعي حضرتك، وفيها وعي. انا شايف فيه وعي جامد جدا في الكلام اللي اتقال ده. إيه الا بس حته الزئبق ما يظهرش في الروماني دي، هو بيتكلم وكانه يعني يتكلم باريحيه تاريخيه. لا هو لا زئبق روماني ولا زئبق يوناني ولا زئبق مصري قديم ولا زئبق فرعوني، عشان عندك ما تزعلش. مفيش يا فندم، لا يوجد اختراع زئبق في مصر القديم. بس واضح ان عنصر الميه اللي جوه التابوت عامله قلق للناس. واضح ان في رغبه عند ناس كتير ان هم يجربوا طعمها ايه. او عارف حضرتك موضوع اللعنه وموضوع الاسكندر، الاسكندر شخصيه عالميه. يعني ايه شخصيه عالميه؟ يعني انا ممكن اقول لحضرتك ايه، الملك سنفرو ده صاحب اول هرم كامل في التاريخ، يعني ده ابو خوفو. لو رحت حضرتك في البرازيل سالت الناس في الشارع اخبار الملك سنفرو ايه، ممكن حد يعرف ممكن حد ما يعرفش. لكن لو انت سالت في اي حته في الدنيا الكسندر ذا جريت او الاسكندر الكبير، لا كل الناس هتقول لك لا انا عارف الاسكندر لانه جاي من البرتغال لحد الهند. فهتلاقي اثاره او هتلاقي الفوت ستابس يعني الشخصيه المعروفه. على كل حال موضوع شيق جدا، وحضرتك افدتنا جدا جدا بمعلوماتك الغزيره في هذا المجال، فمش عارف اشكر حضرتك ازاي. الخبير الاثري والباحث في علم المصريات الايجيبتولوجي بسام الشماع، تحيه كبيره للاستاذ بسام. ومتهيألي يعني لازم نختم بجمله واحده، وهي انه الاسرار اللي مليانه جوه ارض مصر هتقعد، يمكن قعدت بقالها الاف السنين وهتقعد ربما الاف السنين لغز محاير العالم، وهيفضل طول عمرهم مهتمين جدا جدا بالحضاره المصريه القديمه. مش عايز اقول الفرعونيه بقى عشان اجاريك في الموضوع. واتمنى ان احنا لما يبقى في كشوفات اثريه زي دي بنفخر بيها امام العالم، وبنحاول ان احنا ننشط حته السياحه واعتبرها مصدر اساسي لدخلنا القومي والاقتصاد المصري، نقابل حضرتك عشان نفسر بعض الكشوفات اللي ربما تكون فيها اسئله كتير بالنسبه للناس والراي العام. بشكرك يا دكتور بسام، وبتمنى لك كل توفيق. وتحياتنا ليك، وبشكركم جدا على متابعة حلقة النهاردة من آخر النهار. إلى اللقاء.